حالها كحال اللغات، هكذا هي العلوم، لا تعرف الحدود ولا تتخطى الحياد، وتجمع الوفود من كل البلاد. تجمع جديد على شاكلة علمية تمثل في المؤتمر الوزاري الفرنكوفوني السادس في مصر، الذي تستضيفه وزارة التعليم العالي بالتعاون مع الوكالة الفرنكوفونية. مؤتمر يجيء بالتزامن مع ما توليه مصر من اهتمام بالمجال العلمي والبحثي، عاكسا اهتمام القيادة السياسية بهذا الشأن، والذي أكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته أمام المؤتمر عبر تقنية الفيديو كونفرنس. انطلاقا من إيمان مصر بالقيمة السامية للعلم الذي يتصدر أولويات استراتيجيات التنمية المستدامة في بلادنا وما يقترن به من أنشطة البحث العلمي في شتى الميادين، أود الإشادة بجهود الوكالة الجامعية للفرنكوفونية لحرصها على إطلاق تلك المبادرة المتميزة بتخصيص أسبوع عالمي للفرنكوفونية العلمية سنويا، والذي تستضيف القاهرة بكل ترحاب نسخته الثانية هذا العام. فليس من شك أن مثل هذا النمط المتفرد من الدبلوماسية العلمية يتوح الفرصة للتبادل والتفاهم بين خبرات وإنجازات البحث العلمي بما يقدم بشكل عملي وفي إطار متميز من الحوار والتعاون والتضامن. اهتمام القيادة السياسية جاء مترجما في خطوات ملموسة على أرض الواقع العلمي عرضها وزير التعليم العالي والبحث العلمي أمام الحضور، كدليل على اعتبار مصر المجال العلمي والبحثي ركيزة أساسية في مسيرتها التنموية. لقد اتخذت جمهورية مصر العربية من المعرفة بمفهومها الرحب من العلم والتعليم والثقافة ركيزة أساسية للتنمية، منها على سبيل المثال الحصر التوسع في إنشاء الجامعات الجديدة الأهلية والخاصة وكذا فروع الجامعات الدولية بالعاصمة الإدارية الجديدة، كما أولت اهتماما كبيرا بالتعليم الفني الذي يعد عنصر جوهري للتنمية الحقيقية ومصدر أساسي لإمداد سوق العمل بالعمالة المدربة واللازمة من خلال إنشاء الجامعات التكنولوجية الجديدة. المؤتمر الذي شهد حضور عشرات الوزراء والمختصين والمهتمين بالشأن العلمي والبحثي جاء كمنصة عبر خلالها مسؤول الوكالة الفرنكوفونية عن سعادتهم بهذا الوجود داخل أرض مصر، والذي يسمح بوجود آفاق أرحب من التعاون العائد بشكل كلي وأولي على الدارسين والباحثين. الوكالة الجامعية الفرنكوفونية تسعى بهذه الروح وهذا التفكير المنفتح لتحقيق أهدافها مثلا تطوير العلاقات والتعاون بين الجامعات، تشجيع توظيف حاملي الشهادات العليا، دعم رقمنة التعليم والتدريس عن بعد، أو كذلك تنمية الدبلوماسية العلمية. مؤتمر وزاري فرنكوفوني سادس تعقده الوكالة الفرنكوفونية على أرض مصر بالتعاون مع وزارة التعليم العالي، مؤتمر يعكس مؤشرات عدة أهمها حجم الثقة التي توليها الوكالة في المجال العلمي والبحثي في مصر، إضافة إلى حجم الفرص الواعدة أمام الطلاب والوافدين والدارسين والباحثين في مختلف الجامعات التي تعمل في نطاق الوكالة. من مقر انعقاد المؤتمر، سارة متولي، التلفزيون المصري.